السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب اليوم راح ناخذ درس جديد يتعلق بفونكس الصوتيات. قبل ما ناخذ درس يا ريت تدخلون على صندوق الوصف تضغطون على الرابط الموجود فيه تنضمون لقناة الصف الخامس ابتدائي. كل الدروس راح ينزلن في هذه القناة. طيب سي اند جي. طيب اليوم راح ناخذ نتعلم كيف انطق حرف السي وكمان حرف الجي. حرف السي طبعا اغلب الكلمات ما انطق فيها س زي اسمه الاصلي، لا انطقه ك، انطقه ك. فمثلا هنا حقول سيز ك ك كات، سيز ك ك كات كات. اذا هو اسمه حرف السي ولكن لما يكتب في الكلمه انطقه ك. سيز ك ك كيك، says k k cake, cake says k k cab, k k cab. إذن k k cat يعني قطة، k k cake cake, k k cab cab قبعة. ننتقل للحرف الثاني. اسمه حرف إيش هذا الحرف؟ إيش اسمه؟ اسمه حرف الجي، لكن لما يكتب بالكلمة أنطقه جا جا، تمام؟ إذا هذا إيش أنطقه؟ كا كا زي حرف الكاف. أما هذا أنطقه جا جا، مو كا لا جا جا، قريب من صوت القاف بالعربي جا. يلا جا جا goat says جا جا goat. goat يعني ماعز. says جا جا gorilla, ga ga gorilla, gorilla اللي هي هذه. says ga ga girl, ga ga girl, girl اللي هي معناتها فتاة. إذن cat, cake, cat, goat, gorilla, girl. ممتاز. يلا الحين دوركم. ka ka cat ممتاز. ك ك كيك ممتاز. ك ك كاب ممتاز. جا جا جود ممتاز. جا جا غوريلا. جا جا جيرل. جا جا جيرل. Songs and letters 2. ننتقل الآن لنشاط 2. طيب في هذا النشاط عندي هنا فراغات. هذه الفراغات إما راح أحط فيها جا مع حرف الآر فتصير إيش؟ grab grab، أنطقها زي كذا grab. حرف الآر لما يجي مع الحرف اللي هو أنطقه جا، قلنا إيش حنطقها؟ grab. حرف السي مع الآر كيف حنطقه؟ حنطقه grab كرا كرا كرا. حرف جا مع لا حنطقه جلا جلا جلا. حرف السي مع ال كيف حنطقه؟ حنطقه كلا كلا كلا. اوكي طيب يلا الان انا راح انطق الكلمه وانت قولي لي او انت قول لي ايش راح احط من هذه الاربعه. راح احط جي مع ار ولا جي مع ال ولا سي مع ار ولا سي مع ال؟ يلا قولوا لي، انا راح انطق وانتم قولوا لي. خلاص طيب ننطق الكلمه الاولى كلاس كلاس. ها ك لا اس كلاس. ايش راح احط من هذه الاربعه؟ طبعا راح احط ممتاز سي مع ال كلاس كلاس يعني فصل كلاس ممتاز. طيب هنا crab 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 يعني سلطان crab. ايش راح احط؟ crab 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 ممتاز. احط c مع r. طبعا قلنا c لما يكتب بالكلمه انطقه ك. crab crab بمعنى سلطان. طيب هنا ج ج glass 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 ممتاز. هحط جي مع ال
glass يعني كأس. glass هنا grass ج ج grass grass ممتاز. راح أحط G مع R grass ممتاز. يلا نعيدها مرة ثانية. class هذه كيف أنطقها؟ class class هذه كيف أنطقها؟ ج ج glass. إذا class glass لاحظ لاحظ الفرق بين النطق. class glass ج ج glass ك ك class. هنا حنطق ج ك راب كراب. هنا ج ج grass ك ك كراب ج ج grass grass بمعنى عشب grass. إذا ممتاز. اتدربي كويس على النطق خاصة نطق هذه الأنشودة. إذا حرف السي قلنا لما يكتب بالكلمة أنطقه بك زي حرف الكاف ك. أما هذا أنطقه ج ج قريب من حرف من صوت حرف القاف بالعربي ج ك ج ك ج كات كيك كاب جوت غوريلا girl ممتاز. ننتقل الآن للصفحة الثانية. طيب في هذه الصفحة المعلمة راح تقول كلمة وأنتي مفروض تحطين الأحرف تبع هذه الكلمة، ترفعين الأحرف تبع هذه الكلمة. listen to the teacher and hold up the letters. طيب هنا teacher إيش قالت؟ قالت bag bag بمعنى حقيبة. فالطالبات رفعان p a و g bag bag. هنا حرف الجي قلنا إذا كتب في الكلمة أنطقه bag bag ممتاز. نهاية الدرس لازم تحققين هذه الهدفين. I can tell if the words start with C or G. لازم تفرقين بين س بين صوت الك زي ما اتفقنا قلنا C لما يكتب الكلمة حنطقه ك. إذا لازم تميزين بين صوت الك وصوت الجا ك جا. وكمان say two words that begin with C and two words begin with G. قولي كلمتين تبدأ بحرف C كلمتين تبدأ بحرف G. يلا أعطيني كلمتين تبدأ بحرف C اللي هو أنطقه ك. ممكن أقول إيش؟ cow بمعنى بقرة cow. ممكن cat قطة. طيب كلمتين تبدأ بحرف G أنطقها جا. goat girl goat يعني ماعز girl يعني فتاة ممتاز. آخر شيء advice time nature is your home look after it. خلاص ياريت تشاركون الفيديو مع زملائكم عشان يفهمون الدرس، تنشرون رابط القناة، كمان ياريت إيش تسوون اشتراك لو أنتم مشتركين بالقناة، بالإضافة لا تنسون تحطون لايك. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.